يوجدها وخاصة في الشوط المضغوط مسافة كيلو نص مسافة 3 كيلو. إذن بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الأعزاء تستمر منافسات هذا السباق التراثي على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية. انطلق شوطنا الرابع وهو الثاني من مسافة الكيلو، وين جائزة عينية قيمة سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول. مقدمة الشوط مع خالد بن ناصر بن مقارح مع المركز الأول. المركز الثاني التقدم من قبل محمد بن عبد الله بن عريج مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل ويتقدم مبارك بن بداحة التواه الهاجري مع المركز الثالث وغير إلى المركز الأول. المركز الرابع يصل في ويتقدم حامل الرقم 20 جابر بن طحلوب بن جابر الجبران مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا خالد بن ناصر بن مقارح. المركز الخامس أو السادس يتقدم فيه عبد الرحمن بن محسن بن فراج. المركز السابع التقدم من قبل صالح بن سالم الغفراني. المركز الثامن وبنعود إلى المقدمة هنا محمد بن راشد بن مصر بن قربان. عودتنا إلى مقدمة الشوط. الله يا سلام، هنا مبارك بن بداح آل تواه الهاجري مع المركز الأول. كيلو متر مضى وانقضى وكيلو يتبقى. عن الناموس يا مبارك، عن الناموس يا بن بداح. مبارك بن بداح آل تواه الهاجري مع المركز الأول. بالمناسبة هذا الراكب مبارك من المميزين معنا في العام الماضي، يحصل على مراكز متقدمة أولى. بن تواه مع المركز الأول. المركز الثاني الله عبد الرحمن بن محسن بن فراج. وصل بن فراج مع المركز الثاني، ولكن هنا المركز الأول مبارك بن بداح آل تواه الهاجري. بن فراج هل يحالف الحظ أم طارت الطيور بأرزاقها؟ مبارك بن بداح آل تواه 600 متر ثقيلة على مبارك، 600 متر ثقيلة. بن فراج قادم مع المركز الثاني. اللحظات الحاسمة، الشوط لمن؟ الشوط لمن؟ الناموس لمن؟ حتى اللحظة مع مبارك بن بداح بن مبارك آل تواه الهاجري مع المركز الأول. حسم هذا الشوط، حسم الشوط. بن فراج يحاول محاولات جادة وحقيقية مع المركز الثاني، ولكن مبارك بن بداح بن مبارك آل تواه مع المركز الأول. الله، تهانينا تهانينا لمبارك بن بداح بن مبارك آل تواه الهاجري على اختطاف سيارة الشوط، على اختطاف الناموس، على اختطاف المركز الأول. مبروك يا مبارك، مبروك يا مبارك، مبروك هذا الفوز، مبروك هذا التألق. يدك فوق، يدك فوق. حي الجماهير يا مبارك، حي جماهيرك، حي جماهيرك، حي مشجعينك. يا سلام مبارك بن بداح، سلام سلام يا مبارك، سلام. تهانينا، الله مشكور، مشكور يا مبارك بن بداح. تهانينا على هذا الفوز المستحق لحظات الوصول. تهانينا والناموس لمبارك بن بداح بن مبارك آل تواه الهاجري. المركز الثاني، المركز الثاني عبد الرحمن بن محسن بن فراج. المركز الثالث، المركز الثالث وصل عبد الله بن محمد بن جابر آل جحيش. المركز الرابع، المركز الرابع صالح بن سالم الغفراني. المركز الخامس، المركز الخامس وصل سالم بن مبخوت بن مسعود. المركز السادس، المركز السادس وصل فيه عبد الهادي بن احمد القاشوطي. المركز السابع، المركز السابع محمد بن عبد الله بن عريج. المركز الثامن، المركز الثامن مسفر بن حمد بن مسفر بن قربان. المركز التاسع، المركز التاسع محمد بن راشد بن مسفر بن قربان. المركز العاشر، المركز العاشر عبد الرحمن عبد العزيز بن جابر بن ضرمان. المركز الحادي عشر، المركز الحادي عشر وصل فيه جابر بن طحنون آل جبران. المركز الثاني عشر وصل في الثاني عشر عبد الهادي
بن هادف بن نديلة المركز الثالث عشر. المركز الثالث عشر وصل حمد بن علي بن حمد بن صالح المخضوبية. المركز الرابع عشر وصل خالد بن ناصر بن راشد بن مقارح. وكم المركز القادم؟ المركز الخامس عشر آخر مركز مع علي بن حمد بن حيدان. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. التوقيت الزمني للحظة وصول لحظة وصول مبارك بن بداحة توه الهاجري إلى خط النهاية، قطع مسافة الكيلو وين. هذا هو ملخص الشوط الثاني من مسافة الكيلو وين. نشوف ما شاء الله تبارك الله هذه الأعداد، وهذا الشوط مسعيد لم نشاهد فيه سقوط الركبية، وهذا دليل يمكن اللجنة وعت المشاركين بعد الشوط الماضي، يمكن هناك توعية. تم خبر عن اللي من 3 كيلو. نعم نعم بسعيد، تعليقك على ما شاهدنا في هذا الشوط. هذيلا عندهم خبرة أكثر عن اللي من 3 كيلو. نعم كل ما ياك سنة الحين أكبر ياتك الخبرة لها دور. أبو بريد الخبرة تراها لها دور. شفنا الحين ما شاء الله الشوط هذا الشباب كلهم وصلوا إلى خط النهاية، ما في حد يتنا مطيتة بلا حد، كلهم راكبين ما شاء الله، والتوفيق والنصيب عند الله. نحن شفناهم ركوبهم ما شاء الله، وشفنا الأداء المميز هذا اللي ثابت. بن تواه توهم اليوم بهذا الركوب الممتاز وانتزاع السيارة، يستاهل. هذه اليوم أنا يوم المركاض المؤسس أظني أنه ما أخذ سيارة بعد. نعم يستاهل، والناموس نقول له ما شاء الله ركوبه. هذا التوقيت الزمني ساعة وصول مبارك بن بداح بن تواه الهاجري 3:24.7 التوقيت المميز. تهانينا لك يا بن بداح على هذا الركوب الممتاز وحصولك على سيارة هذا الشوط. المركز الثاني 3:29.2. عبد الرحمن بن محسن بن فرات مشكور على هذا الركوب ووصوله إلى المركز الثاني. المركز الثالث نشوف التوقيت 3:30.6. تهانينا عبد الله بن محمد بن جابر آل جحيش على هذا الركوب، واخوانه ايضا اللي من المركز الرابع حتى المركز الخامس عشر واللي وراهم بعد، نقول لهم ركوبكم ممتاز، واللي محالفه الحظ في هذا الشوط ان شاء الله مركاض الامير جاي والجوائز موجوده والسيارات موجوده وانتم تدربوا، ما تقولون خلاص ركبنا والله وخلاص ما نبقى.